هو صوتي قال انه ديال الترابي هو قال ولكن الناس قالوا انه يتقن كل الالوان المغربيه الخليجيه وغيرها من الالوان الاخرى. دونك الا كان الفنان متنوع صوته مساعده انه يغني مجموعه ديال الانواع علاش لا؟ حنا الشعبيه ما يمكنش نصرخوا عليه، خصوصا انا كبرت مع فرقه ديال مسناوه والوالد ديالي كان مع مجموعه مسناوه فرقه شعبيه 100% وناس الغيوان كذلك. دونك انا تربيت في هذا المجتمع، يعني اجتمعت مع الوالد مع صحابو كنت ديما كنشوفو كيغني الشعبي. دونك انا كبرت في هذا الشيء ماشي جديد عليا، ولكن مؤخرا وليت تنغني لانه مطلوب في الاعراس. هذا لا يمنع انني كتكون واحد الوقفه ديال جوج ديال الاغاني او ثلاثه اغاني طربيه. دونك كنقول للناس انه انا واخا كنغني هذا الشيء راه كنغني هذا الشيء وفوالا. دونك اللي عنده صوت مساعده علاش ما يغنيش كل شيء؟ ديو مع الوالد ضروري، الوالد هو كل شيء وما شاء الله حتى هو عنده صوت يبدع في كاع الالوان الغنائيه. هذا حاجه ما نهضروش فيها. الجديد بما انه نزلت اغنيه مراكش قالوا بعيد وكاين طلب عليها بزاف بزاف لحد الان، يعني خرجتها راه سنين هذه ولا زالوا الناس تغنيوها كبار وصغار، ولو انها انا عدتها يعني هي من التراث المغربي اللي موجود عندنا وكتغنى في كاع الفنانين تيغنيوها، ولكن تسمت باسم دنيا باطمه ولات واحد البصمه ديالي خاصه بها. دونك الجديد اللي جاي في الطريق هو كشكول جديد شعبي حتى هو، ولكن غادي يكون ليه واحد الطعم خاص، غيكون متنوع فيه خربوشه غتكون من الاول خربوشه اللي انا الشخصيه ديالها قريت عليها ودخلت وبحثت وعجبتني شخصيتها. انا من لي فان ديالها كنبقات تلاوها كنقلب عليها باش ناخذ فوتو. دونك غادي تكون خربوشه، غيكون كذلك اغنيه ديال مسناوه اللي قلت لكم كبرت انا في ذاك الجو ديال مجموعه مسناوه، ومجموعه ديال الاغاني اللي معروفين كنعرفوهم في الاعراس ديالنا المغربيه وغير ذلك، وكنتمنى انه يعجب الناس باذن الله. شوف انا العمام ديالي كلهم منهم زجالين، جدة الله يرحمها من حتى كانت زجاله كتكتب زجاله، فاللي تاثرت به بزاف شوف انا الوالد ديالي درويش لابعد الحدود وظريف، ويمكن الناس اللي تيعرفوا عن قرب غادي يقولوا لك على الطرافه ديالو. مأثر فيا بزاف لانه ديما مسامح بحقه، ديما ما تيهدرش على راسو ديما، ولكن انا الشخصيه اللي بنيت الشخصيه ديال عربي باطمه. عربي باطمه كانت عنده واحد الشخصيه اللي ما يمكن ما كيسمحش بحقه، يمكن الشخص ملي كيدخل البلاصه لازم انه يكون دار لي الف حساب ولا بلاش. مجموعه ديال الاشياء يمكن خديت هذا الشيء من عند الكاريزما من عند عبي العربي، بينما خديت طيبه القلب والحنيه وبزاف ديال الحوايج من عند الوالد ديالي الصراحه. شوف انا اليوم جاي نغني، وانا ملي كنطلع لا سين كنكون مع الصحافه ولا كيكون عندي شي حاجه غادي نديرها كنخرج على كاع المشاكل وسخر صافي كنلبس واحد الشخصيه واحده اخرى كنتبدل. دونك انا هكا شوف هاد الاشياء وهاد النقاشات وهاد الشيء ما بغيتش نهضر فيها حيت ماشي وقتها نهائيا، وانا في واحد الفتره دابا مركزه غير على الخدمه وهذا ما مستعداش انني نخرج للحياه الشخصيه. يمكن خرجتها في واحد الوقت ولكن دابا ما مستعداش انني نهضر فيها او نبقى نجادل فيها. الوقت اللي غادي يوصل باش انا غنتحاور مع الببليك او الجمهور ديالي ونعرفوا اشنو واقع في الحياه ديالي الشخصيه راه غادي يوصل، مي انا فريمون في هذه الفتره عندي زحام طاري زحام عندي الوقت دونك غير نسالي ان شاء الله، وديك الساعه بامكاني انني نهضر مع الجمهور ديالي والفانز اللي كيتسناو دائما الجديد ديالي قبل من اي احد اخر، نقول لهم طبعا الصحافه المغربيه ونقول لهم شنو كاين. مي دابا حاليا ما كاين حتى شي حاجه ممكن انني نصرح بها زعما في الاعلاميه ولا باقي كاين عروض، كاين عروض وعروض مع شادة تي في، مي باقي ما كاينش حتى شي حاجه لحد الان. ان شاء الله نكون نهار تكون شي حاجه غيكون انا كنشوف راسي زعما ممكن انا نقدم، لانه المشاهد ملي تيكون كيشوف فيك وكيتابعك محتاج انه يحس انه بحال معاك في الدار. دونك انا كنحس براسي انه من هذا النوع ديال الناس انه ملي نقدم برنامج ممكن انه نكون بحال مع الناس بركه معاهم دارهم. دونك كاين عروض ولكن كنتسنى شي حاجه اللي تكون ان شاء الله في المستوى، والعرض اللي تعطيني فريمون في المستوى ما بغيتش نحرقوا المراحل نهضروا شي حاجه في المستقبل نخليوها ان شاء الله نهار توصل. غادي تكونوا انتم السباقين او انتم الاولين اللي غادي تعرفوا بها ان شاء الله.
ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.